السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غنخيطوا هاد العبايه اللي خصنا البارح، اولا كسوه تركيه كما قلت لكم طاي كبيره هذه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالها وتشوفوها كامله في اخر الفيديو ان شاء الله. المهم دابا كما شفتوا هنا درت الضوفه مع الضوفه، باقي ما كاينش شدها. دابا هنا غادي نلاقي باش ندير داك الديكور اللي غندير ليها القدام ديال اللي غتحطي فيه صداف، ولا لا بغيتي تخليها كخاوي. المهم داك الديكور اللي غيجي الوسط غادي نلاقي دابا هنا بعبار سنتيم، يعني غنحيد هاد الحاشيه وهاد الشيء كامل غادي ندخله حتى الاخر، وعاد باش غنقطعو بالمقص يعني غندخل هاد التقابي اللي في الثوب وكل شيء بحال هكا، غندخل داك الشيء كامل. غادي نهبط بهاد الخياطه تلتة، شو شحال شديت هنا في الماكينه، يعني هادشي كله غادي يحيد. المهم غنهبط بها دابا كامله لتحت هاد الطلاقيه وغادي نكمل معاكم الفيديو. دابا كما شفتوا لاقيتها كملت الطلاقيه كامله من العنق حتى الجليل لتحت، خليت غير واحد الفتيحه صغيره. اللي بغيتو ما تخليوهاش سدوها كامله، بغيتو الفتحه ديروا الفتحه. دابا هنا شنو المرحله الثانيه، غادي نشد عاوتاني من بعد ما لاقيتها، غندير بحال هكا بحال هكا، ونعاود عاوتاني ناخذ ديك 3 سنتيم اللي خليت قبيله، يعني اللي خلينا في الفصاله، وغادي نكمل الخياطه ديالي كامله بحال هكا حتى لتحت، كلها غتمشي بديك 3 سنتيم اللي خلينا بحال هكا. انا دابا سرحتها مزيان، عاد باش غادي ندخل في ديك 3 عاد غندخل بديك 3 سنتيم اللي خليت، ونعاود نعبر ثاني، نعاود ناخذ عبر الصدر نشوف واش باقي ليا الصدر ديالها، هو هذا باش ما ندخلش ثاني بزاف، ونضيق ليها الصدر. فهمتوا كيفاش؟ يعني نخدم ونعبر بالسنتيم دائما، انا سبحان الله نخدم ونعبر بالسنتيم كما قلنا هنا. سداو مزيان هي هذيك، غادي ناخذ هذا القياس نفيكسي البرا، ناخذ هذا القياس هذا هو اللي غادي نخدم عليه، ونمشي ثاني بالخياطه كامله حتى لتحت بالطريقه هذه. دائما الا تلفتوا ولا ما عرفتوش كيفاش تراسيو الثوب، بغيتو تراسيو الثوب لصقوا هنا شي سكوتش ولا شي حاجه اللي تبقاي غاده عليها بالبياسه كامله، نفس العبار نفس العبار كامله، كديروا هنا شي حاجه اللي تشدوا بها العبار. المهم انا نكمل هذه الهبطه كامله ثاني لتحت، غير كوتوره غادي ندوزها كامله خياطه كنلاقي حتى لتحت. هانتوما البنات كيفاش علمت هنا، ها هي طراسيت هنايا بحال هكا في الماكينه، درت واحد الطراساج هنا هو اللي غنبقى غادا عليه، باش الا حيت لما طراسيتوش ولا ما درتو والو ما غتعرفوش واش من عبار اللي غتبقاو غاديين عليه بهاد الخياطه. المهم هاد الخياطه هادي غير زواق، غنكملها كامله وغتشوفوا هنا. كملها هكا حتى الاخر، ها هي دابا صاوبتها. شوفوا دابا ملي غنحل كيفاش غادي تجي. دابا ملي حليت الا بغيتو ثاني طيحوها بحال هكا بحال اللي درت في الكسوه ديالي، كطيحوها بحال هكا، يعني غادي تجي بحال هكا بحال الباب ديال الصدف، يعني المرض ديال الصدف. بغيتو تحلو بحال هكا تشدوها وتهرسو من الوسط، تحلو بحال هكا بالمصلوح، كيعطي ثاني واحد الديكور اخر لي زوين. هو اللي غادي ندير ليها انا، غادي نحل هادي من الوسط بحال هكا، المهم بالمصلوح غادي تقاد، غنحلها من الوسط كامله باش تعطيني واحد الشكل اخر. ملي غندير كما قلت لكم الحديده عاد باش غادي تقاد وغتعطيني الشكل اللي انا بغيت. المهم دابا ندوزو نكملو المونتاج حتى نسالي، عاد غادي نحلها بالمصلوح. غنبريباريو الكمام، كنتو صوتوني على الكمام قلتو كيفاش درتي ليهم الكم، مع درت فيه داك الجهه الاخرى قلنا فيها الطري، ها هي هذا فم الكم، وهذا هو الطرف اللي غادي ندير فيه التكماش. كما قلت لكم دائما الا بغيتو ديرو شي بلي ولا شي حاجه الكم تدوبلوه ولا كتزيدو النص ديالو. شوفوا شحال زدت انايا على فم الكم، زدت هادشي كامل
يعني غناخذ هذا الطرف هذا اللي غادي يلصق ليا هو اللي غادي ندير فيه البلي. دابا غادي نبدا ندير في البليات، كنخلي واحد شويه بعدا اللي غادي يركب ليا عادي في الكم، وكنبدا ندير في البلي بحال هكا، يعني غير بليات عاديين ديال سنتيم سنتيم سنتيم. تحاولوا تفرقوهم على الكم كامل باش يجي كله فيه البلي ويجي زوين. هنايا غادي ندير ليها لاستيك في فم الكم، هذه الجهه اللي غادي تطلاقه، والاخرى غادي ندير فيها ندير فيها لاستيك في فم الكم. المهم البليات غادي نمشي بهم بحال هكا هاد العبار، هادي هادو غير بليات ساهلين ماشي شي حاجه. نخدم ونعبر فم الكم واش صافي نحبس ولا لا، حتى هنا غيركب هذا هنا نخدم ونعبر، يعني باقي خاصني ندخل هنايا الثوب اللي غنزيد البليات، نعبر تاني نشوف تاني شحال وصلت، يعني باقي خاصني ندخل هادشي كامل هنايا، غادي نزيد عاوتاني بحال هكا حتى تشوفوا، يعني راه هذا اللي غيطلق هنا خصو يكون قد في العبار، مي كل صغير لا كبير. صافي هو دابا جاني قد كما كتشوفوا ها، يعني ندير البليات وفي نفس الوقت نعبر. دابا ملي ساليت غادي نجي هنا باش نركب هاد البليات للكم، هذيك الباندا اللي فيها البليات، غادي نجي لهذا الراس حتى لهذا الراس بحال هكا. هنا الا جاني باقي واسع نزيد نطوي شي بليه الوسط، هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش. دابا غنلاقي غندير غير سنتيم ديالي، سنتيم غيمشي من هادي ومن الاخرى بحال هكا. الثوب هو التحتاني ديال التكماش، وهذا هنايا الكم الاخر البنات غنخدمو بنفس الطريقة بلا ما نصورو حتى هو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. الكم الاخر غادي نخدمو بنفس هاد الطريقة، هاهو كيما شتو كيفاش جا الكم، جا بحال هاكا ولكن مغاديش يبقى بحالك، بغيتو نتوما تخليو بحال هاكا تخليو بحال هاكا، ولكن انا مغاديش نخلي بحال هاكا، غادي ندير مازال لاستيك هنا في فم الكم غادي يجمعو وغيعطي واحد الديكور اللي هو زوين في الكسوة اولا في العباية حيت هي سامبل، ومازال غادي ندير فيها حتى الصديفات. دابا هنا غادي ندير لاستيك، ولكن بلا سي بريباري لكم لاخر حتى هو غنصاوبو بنفس الطريقه حتى المونطيه ومونطيه مع العبايه، عاد غادي نركب لاستيك ومن شي كل غتشوفوه معايا. دابا غادي نخدم غير لكم لاخر بنفس الطريقه ديال هذا. هنايا بغيتو تعاودوا طيحوا سوبيكاج، يعني هذا بغيتو تعاودوا طيحوا الخياطه كتعاودوها بحال هكا، كطيحوا هنا هاد السورجي الخياطه كامله تجي هنايا وتحلوا الخياطه وتخدموا هكا تخدموا سوبيكاج. الخياطه ديال الرومي كتبغي شويه ديال الخدمه وكتاخذ الوقت، ماشي بحال البلدي. ها انتم كيفاش كتجي هاد الخياطه، كتجي طايحه هنايا بحال هكا. صافي دابا غادي نكمل لكم الاخر بنفس الطريقه ونرجع لكم. غنبدا في المونتاج ديال العبايه. اول حاجه غادي نركب هي التبطين ديال هاد الكول باش نفينيه، يجي مفيني مزيان. التبطين ديال الكول هو هذا، راه وريتكم شحال من مره كيفاش كيتفصل. المهم كتحطي غير الثوب على الكول وكتراسي بحال هكا وكتقطعي التقويره. اما هذا العبار هذا كيبقى اختياري ماشي مشكل. هذا العبار هنا غادي نحل هذه، ولكن حتى مقرب نوصل ليها. دابا غادي ندوز هنا عبار سنتيم بحال هكا، كنخدم الكول ديما خدمو قلبو الماكينه واش كتسنسل ليكم ولا شنو كاين، يعني مابقاوش غير غادي مكسيرين، تتقلبو الماكينه تشوفوها واش هي هادي. هنا غادي نحل هاد العيبه اللي درت، هاد الباندا خاصني نحلها باش في المصلح تجيني ساهله، وهنا ندوز عليها مقاده
هذا كعبار سنتيم. دابا غادي نشدو الكراني، هنكراني هاد الدوره كامله اللي درت ديال الكور باش ما يجينيش مشنق، كلها غنكرانيها. من بعد ما كرانيتها كامله غادي نقلب. دابا هاهي ركبت بحال هكا. دابا غادي نقلب هاد الدوبلور لداخل باش يتفينا ليا الكول ديالي، يجيني مفيني مزيان بحال هكا، ونحل بحال هكا بيديا، نحل الخياطه بيدي وعاد نعاود فوق منها حتى يمشي عبر الصباط بحال هكا. بحال هكا نحل، نحل الخياطه ونجبد مزيان، فين خدمتي ديما تكون نقيه. بحال هكا نحاول هاد الباندا تاع هي اللي درت في الامام تا هي تجيني مقاده. دابا من بعد ما كملت الدوره ديالي ها هو جا الكول على هذا الشكل، ما غاديش يبان لكم دابا بطبيعه الحال. المهم هنا الباندا ديال الامام غادي تجي بحال هكا محلوله. دابا فين وصلنا غادي نركبوا دابا الكتاف، نلاقيو الكتاف، نحيدو هذوك الميلمات وناخذ الكتف بحال هكا. هنا غادي نلاقيو الضوفه، الوجه كيشوف في الوجه بحال هكا باش ملي نقلبوها تجينا هي هذه. كنديروا الوجه مع الوجه وكنمونطيو بعبار الصباط ولا بسنتيم اللي خليتي ديال الخيار. ناخذ الكسف الاخر حتى هو بنفس الطريقه، كنخرج دائما واحد سنتيم تنقول لكم على حسب فين غنخيط الدوبلور ديال الظهر. دابا غادي نركب الدوبلور ديال الظهر، هذا بقى لي هكا، هذا ديال الامام. شوفوا الطريقه اللي غادي نحط بها الدوبلور الاخر، كيكون الظهر هنا ها هو، ها الظهر، ها الضوفه، وغنحط فوق منهم الدوبلور بحال هكا، يغطي لي كل شيء. هذا كيجمع لي كاع الروتوش اللي كاين وكلشي. هذا ما جانيش في العبار هو هذاك، ولكن انا غنعاود نقادو بالخياطه. نحط هنا نهبط الابرة، كنقلب بحال هكا باش مي باش ما يتزقلش ليا الخياطه. صافي ندور نخيطو مع الكتف نيشان. غنشد هذا اللي درت دابا حتى هو غادي نكراني بالمقص بحال هكا، هاكا نحلهم باش في الخياطه ما يجينيش مزير، باش يطيح ليا مزيان في الخياطه. هنا كنشيط عندكم الثوب حاولوا تنقصوا منه. هنا تقاس لي الثوب واحد شويه، غادي نحاول نزيد الخياطه واحد شويه. دابا غادي نقلب بحال هكا، شوفي كيبقى
كيبقى الكول مفيني من القدام من الظهر، هادو الكتاف كيجيو بحال هكا مفيني، كنقلبو هذا تا هو بحال هكا. هنا دابا غندوز واحد الخياطه في هذا العنق هذا بحال اللي دوزت في العنق ديال الامام، كنبدا منها ونكمل دوره وحده صافي. جا على هذا الشكل لوغلي ديالو، غنشد دابا غادي نفينيه من الظهر، غنشوفو كيفاش غادي ندير ليه باش يتفينا من الظهر ديالو حتى هو كيجي على هذا الشكل. من بعد غادي نصور جهة هذا كامل اللي درت، ندخلو دابا الماكينة. لاحظوا معايا كيفاش غادي نخدمنا، غادي نحاول نطوي التوب بحال هكا، ندير لاريتمو ونخدم بحال كنكفف التوب بحال كندير تكفيفه وكنخدم. هاهو غيبان ليكم، التوب تقيل كيلعب في الماكينة، حتى العباية كبيرة تبارك الله. والحال هاكا غادي نمشي بهاد هذا ديال الظهر صافي. دابا غادي يبقى ليا غير المونتاج، غنلقي الكتاف صافي. كملتو دابا شوفو كيفاش جا، كيجي بحال هكا مخيط ناضي نقي مفيني ما فيه حتى شي حاجة. نقلبو كاع باش يبان ليكم بجوج هانتوما، مازال خاصة تصلح عاد كتبان، دائما حاجة ملي كتصلح عاد كيبان الخدمة ديالها بحال هكا. دابا غنمونطي الكتاف، الكتاف قلت لكم دائما كنحطو غنمونطي الكمام عفوا، نحط الكتاف بحال هكا، ناخد الكم ديالي ها هو الكم، غادي نقسمو على جوج بحال هكا، نقسمو على جوج ونحط المنتصف ديالو ها هو المنتصف في النص ديال هاد الخياطة بحال هكا، وكنلاقي جهة في جهة. عمر الكم ما تبداوه من الراس حتى للراس باش لا كان شي ديكالاج ولا التوب كيتيري ولا اي حاجة يخرج لك نفس داكشي اللي هنا يخرج لك حتى من الجهة الاخرى. مش غادي نلاقي دابا هاد الجهة الاولى، ثاني من هاد الجهة هذا باش ندور للجهة الاخرى مكمله تاعي. انا كندور دابا للجهة الاخرى حتى هي المونطي، والكم الاخر غادي نخدمو حتى هو بنفس الطريقه. الكم الاخر المهم نكمل معاكم المونطاج ديال هاد الجهة صافي تبقى لي الجهة الاخرى. هانتوما نفس العبار، دابا غنكمل المونطاج، غادي نشد لكم من الراس كيما شفتو جا هو على هاد الشكل، ولكن راه غادي ندير ليه لاستيك كيما قلت لكم، من هنا غادي نجمعو من هنا بلاستيك كيعطي داك الديكور زوين. دابا غادي نمونطي من فم الكم حتى لتحت صافي حتى الجدي لتحت. هنا نحاول ندير هاد الخياطة مع الخياطة، التركيز ثاني نديرو مع التركيز، دائما نقاد الخياطة ديالي ومن بعد من تقيسها مولاتها على جات ناقصة ولا زايدة غادي ننقص عليها صافي. المهم دابا غنكمل من هنا حتى الجلايل تل تحت هبطة وحدة بحال هكا غادا بعبار صباط ولا سنتيم صافي، وغادي تشوفوها معايا من بعد ما نصلحها غتشوفوها كاملة، ما بقى حتى شي حاجة دابا، بقى غير لوغني وغادي تشوفوها كاملة. المهم البنات دابا كنصاوب لاستيك اللي غنخدم به في الكمام، حيت لاستيك هذا عريض على العبار ديالكم اللي خليت،
اضطريت انا نقص منه سنتيم ونخلي غير جوج سنتيم اولا سنتيم ونص ديال لاستيك، حيت ملي كتبغيو ديروا لاستيك في البياسه كتخليو الطول ديالها، كان لاستيك فيه 3 سنتيم كتخليو الدوبل ديالو كديروا 6 سنتيم حيت غيتطوع عليه الثوب. كملتو هذا هو نقصت منه، وهذا لاستيك غادي نخدم هو اللي غنخدم به، غنمونطي هذا لاستيك بحال هكا هو الاول. ها هو مونطي لكم الاخر، هذا عبرته بحال هكا لاستيك، عبرته على يديا بحال هكا على يدي، ما مزيرش حيت هي عامره شويه، داكشي علاش ما زيرتش على يدي انا باش يلاه يجيها هنا يجيها مزيان بحال هكا. دابا غادي ناخذ العبايه، ناخذ الكم بحال هكا، هذا هذا هو الكم، ها هو غادي ناخذ بحال هكا لاستيك غنديرو هنا، غنكراني مع الطلاقيه مع الحاشيه ديال الجمع بحال هكا، وغادي نطوي عليه ثاني بحال هكا، غادي نخدم ونطوي عليه بحال هكا وندور عليه كامل، غنبدا نخدم غادي تفهموا بحال هكا، ندير لاريتمون وغادي نبدا نجر وندخل هنا، ندخل في الثوب كامل ندخلو باش يجيني نفس التيراج، يجيني في الثوب كامل حيت هذا فيه البلي، خاص التلاسيك يكون داخل هنايا البلي بزاف بحال هكا، نجر وندخل الثوب، نكمل الثوب يعني ما غاديش نشد الثوب مسرح بحال اللي كنديرو في السروال، فهذا لا غادي نزيد لان الثوب هذا الكم كله عامر بالبلي. كنفرق داك البلي كله كنفرقو على هاد لاستيك باش ما يجينيش ثاني جهه فيها البلي وجهه ما فيهاش، بهذه الطريقه كنخدم بالطنجره الثوب وكندير في التكماش، ما مخليهش هنا غير لاستيك بوحدو اللي كيكملش لان الكم هانتوما كبير يعني خاصني نكمش معاه نعاونو، حتى انا كندخل في الثوب ونبقاو محتافظين على نفس العبار ديال الطول ديالكم، ما خصناش ندخلو فيه. صافي غادي يجيني على هاد الشكل، بغيتو تنقصو مازال كتزيدو تنقصو منو، المهم كيجي على هاد الشكل هذا، مازال غيتصلح عادي دابا، كيجي هنايا لاستيك، هنايا البلي، وهنا الكم مسرح، المهم غنصلحها وأنا معاكم. كيما شفتو جات على هاد الشكل هذا، راني باقا كاع مصلحتها في الصراحة، هاد الشي تاهو باقي مقاديتوش في الصليح. تنصيفطها للمصبانه ان شاء الله، دابا مزروبه قلت اللهم بعدا نصور غير هذا الشيء. هنا غادي ندير ليها سطيفات نشوف شمن لون، واش في الموطارد ولا في لونه، غندير سطايف كما تقدروا ديروا بحال واحد الوريضات غادي نوريهم لكم، حتى هما تقدروا ديروا بحالهم كيجيو بحال هذا الشكل هذا، ولكن ديروها في اللون ديالها. هاد الوريضه انا خديتها باش نديرها في واحد العيبه، كدير جوج دراهم الوحده وكدير المترو 40 درهم، شوفوا كيفاش دايره. المهم الا بغيتو ديروهم ديروا وريضات يكونوا في نفس اللون باش ما تجيش معيقه، نفس اللون ديال البياسه، ولا ديروا صدف بحال هكا تحطوا صدفه هنا صدفه هنا صدفه هنا. باقي ان شاء الله مي غنكملها ونصلحها، غادي نحط لكم التصويره ديالها في الجروب ديال فيسبوك،
باش تشوفوها كامله.